بلاقي كثير من الناس أكثر مننا تميزاً، أكثر مننا نجاحاً، أو حتى أكثر مننا شهرة. فالسبب شنو؟ وكيف إحنا ممكن نتعامل مع الموضوع ده؟ خلونا نبدأ. Yeah, these are getting cheesy. أيوه السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم تاني معاذ عثمان، وفي حياتنا بنلاقي كمية بتاعت ناس أنجح مننا، أكثر تميزاً، أو حتى أكثر مننا شهرة. الحاجة دي عادية، ممكن يكونوا ناس في نفس المستوى التعليمي بتاعنا، ناس قروا معانا حتى في نفس الجامعة، ولكن هم متميزين، ناجحين، مشهورين أكتر مننا. وفي ناس كثيرة لما تشوف الزول الناجح أو الزول المشهور أو الزول المتميزة بتكون عندهم ردود فعل كثيرة للحاجة دي. واحدة من ردود الفعل بتقول إنه مثلا الزول ده فيك، الزول ده أصلا مشتري كل المتابعين بتاعينه على إنستغرام، الزول ده أصلا ما أوريجينال زي يعني. وفي الحتة دي أنا طوالي في مقولة بالإنجليزي أنا دائما بحب إني أتذكرها، بتقول blowing on someone else's candle won't make yours shine brighter. بالعربي كده ده إنك تنفخ على شمعة زول عشان تطفيها ما حيخلي شمعتك تنصع وتلمع أكتر من شمعته. ببساطة stop hating on people، خلي الناس يعملوا اللي هو بيعملوه، وشوف أنت ممكن تعمل شنو عشان تميز نفسك. ودي ردة الفعل الثانية، أو أكثر ردة فعل بتكون طبيعية، إنك تشوف أن زول الناجح ده قاعد يعمل شنو في حياته، الزول المتميز، الزول المشهور بيعمل شنو في حياته، روتينه اليومي، كيف وصل للدرجة بتاعت النجاح اللي هو وصل لها دي، وتعمل زيها زي عزوز مثلا. طبعا أنا روتين النجاح بتاعي إن أنا بستعمل زيت سمسم لشعري البلمع. زيت سمسم هو سر النجاح بتاعي. هذا الزيت غير متوفر في الأسواق، ممكن تشتريه من أي بقالة في الكورنا، وده غير دعاية حقيقية وغير مدفوعة، أوكي؟ في ناس بتصدق يعني. فعادي أنتم ممكن تكونوا واحد أصحاب زي أنا، ومثلاً عزوز قريته في نفس الكلية، عندكم نفس التخصص، عندكم نفس الموهبة، شاركتوا في نفس المسابقة، ولكن هو فاز وانت ما فزت. وهنا أنا دائماً في جملة أو كلمة أنا بتذكرها، أو مفهوم مواسم أو أدوار الشمس. ببساطة شديدة أي زول عنده موسمه إنه يشتهر، أي زول عنده موسمه إنه يطلع للناس ويعرفوه الناس. ربنا ما كاتب لك النجاح الليلة، ربنا ما كاتب لك إنك تكون مميز الليلة، ما معناه إنك تخلي أي حاجة في يدك وخلاص يعني تقرع من الموضوع. لا، إنك تشتغل أكتر، تثابر أكتر، تصل للنجاح الصعب ده، في نهاية حيكون طعمه بالنسبة لك أحلى وأحلى. الحاجة دي أو الحلقة دي أنا الليلة مقتبسة من كوت كان لقيته على إنستغرام لزينب، وهي برضو كانت مقتبسة من كتاب. فيا المقولة دي أنا بحاول دائما أنا أتذكرها، اللي هي مواسم الشمس. ما كل يوم نحن مكتوب لنا إننا ننجح، ما كل يوم مكتوب لنا إننا نشتهر أو نتميز في حياتنا. في ناس تانين ربنا مقدر لهم الحاجة دي، وأتمنى إنه زينب دي تكون واحدة من الناس اللي مش تابعها على إنستغرام عشان يكون موسمة إنها تنجح بين الناس. في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة، شكرا لكل الناس الظابطين ديل اللي بيدعمونا على باتريون، بجد كتير الشكر لكم إنكم بتواصلوا في دعم هذا المحتوى. في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة، انتظرونا يوم الخميس القادم بمشيئة الله. معاذ عثمان، سلام عليكم.